هي الحقيقة الجملة عجبتني برضو، علشان حاولت توري أو إن الأديان كلها بتنادي بشيء واحد، هو الإخلاص والوفاء والمحبة. دون يعني دون شك، وإن هم قاعدين، ما تنساش إن أنت برضو بتخاطب عالم مخه متاكل، بمعنى إنه في دعاية ضد الإسلام بشع. ويعني أنا متصور إن الناس اللي بتعملها دي ناس متوحشة، يعني إزاي تاخد دين بعظمة الإسلام؟ والأديان التانية برضو عظيمة، ما بنقولش لا، بس يعني ده وتتكلم عنه بشكل إنه الدين ده بيحضر الناس أو بيجهزها إنهم يتحولوا إلى إرهابيين. فأنا منعت في فرنسا وكلمت يعني رئيس الدولة نفسه، قلت له بعد كده ما تقولوش أبدا إرهابي إسلامي، أو بقى قول لي الإرهابي اليهودي وقول لي الإرهابي المسيحي، لكن ليه أنتوا رابطين الكلمتين مع بعض؟ إرهابي يعني إرهابي وبس. الشريعة بالوحي والعقل معا. إن الشرع يقوم على إدراك الأسباب والعلل والوسائل والغايات، فيكتمل للوحي عنصر العقل ويكتمل للعقل عنصر الوحي. شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. فيلم المصير مثلا أنا شايف فيه إنك جبت حاجات كتيرة، يعني كنت موفق فيه جدا يا أستاذ يوسف، في واخد حاجات كتيرة من الحياة، زي مثلا الأم اللي راحت لما قبضوا عليه بتقول له ده هو كان غاوي يقعد طول النهار على القهوة ويدي أوامر. أنا بيتهيأ لي دي ممثلة مهولة ثناء. يعني أنا بيتهيأ لي إن دي صفة، مش عارف في المصريين بالذات أو في العرب، إن عايزين نقعد وندي أوامر، ولا دي ده ليه؟ أنت عندك في أوروبا أخطر، وصلوا إلى ناس زي هتلر، وناس وصلوا إلى ناس زي لوبان النهارده. الإحساس بالعظمة، بما إنهم فاشلين في حاجات تانية، فالإحساس بالعظمة ده، في ناس بيبقوا موظفين ويقعدوا يستنوا إنه الموظف اللي أعلى منهم شوية إنه يفطس ويموت، ويقعدوا يصلوا يا رب عشان يتخلصوا منه، عشان حتى ما عندوش موهبة خاصة أو ما عندوش عزيمة كافية إنه هو من خلال شغله إنه يبقى مهم، فمستني إنه التانيين يزقوا. ليه؟ عشان عنده احتياج شديد جدا إنه الناس يعني تعظم من غير ما يكون عظيم. طول النهار مقطوع على ناصية الشعر، واللي يقول له يا صايع، واللي طب ليه ما بيدورش على شغل؟ ما تشوف له شغلانة، احنا قلنا لأ، ما نتواصل مع اللي فوق. طب بيعرف يعمل ايه؟ متعلم ايه؟ هو ما بيحبش العلم، مزاجه يدي أوامر. كنت خليته عسكري، جه واحد قال له احفظ لك ايتين تبقى امير، تفضل تدي اوامر لما تقول بس ينام. ظهر ان الامير ابتدى يخضع لهم او يحاول يرضيهم. حصلت يعني اولا تاريخيا وغير تاريخيا، دي بتحصل يوميا، انك تلاقي انت تواطؤ بين الرسميين، مش هقول كلمه تانية انه مرات كتير بدل ما يبقى في اقناع او لا، انه 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 بيسكتوا لهم، يجوا يرفعوا قضيه على يوسف شاهين، يقول له خليهم يتلخموا بيوسف شاهين بدل ما يضايقونا احنا، يعني هو اطلع انا كبش الفدا، وانا شكلي قفل لكن مش قفل قوي، يعني انا فاهم. اقول له يوسف شاهين مش قفل، اوكي طب ما نطقتوش ليه؟ ما كنتوش بتسندون انا ليه؟ وانتوا شايفين انه في ظلم غير معقول وكذب فظيع جدا، قاعدين بيتكلموا على حاجه غير موجوده، بيتكلموا على فيلم تاني. والاقي انا انه اللي المفروض يستدي ما سندنيش، ما حسيتش انه معايا. اوكي هو السهل الاعدام مش كده؟ ما هو البلد دلوقتي بتتحكم بالمزاج، مزاج الخليفه. وانه النهارده انا حاسس ان الحكومه بتاعتي ضد السينما، على انه عايزين بس التلفزيون، وعلى انه التلفزيون ده هم الوحيدين بيكلموا.
كل ما تطلب المحطة مش حرة، المحطة بتتكلم برضو بصوت وزير الإعلام بس، هو فهو يحتكر الفكر كله. وده شيء بما اني انا حاسس ان انا ديمقراطي وبنتكلم على الديمقراطية، انا عليا انه اقوله لا كده غلط، لازم اراء اخرى، ولازم المكان نفسه يبقى مختلف. ما تودينيش كلنا في مبنى التلفزيون او حتى في بيوتنا، لكن الراجل اللي بيتكلم موظف عندك هو اللي بيسألني. فلا لازم نحترم الحريات عشان احنا ماشيين نحو الديمقراطية، بس لازم تبقى نحو المشية تبقى حقيقية، ما تبقاش بس كلام ان احنا رايحين. لا دينا في برامج بتحصل فيها شيء من الجراءة لكن برضو محكومة. دول تجار دين بيرقصوا على كل الحبال، امبارح يتكلموا باسم الفتح العربي والنهارده باسم الدين، وبكره حسب اللي وصلهم اسرع لمصالحهم ولو على جثه اي حد. وايه شعور يوسف شاهين ان لاول مره في تاريخ السينما الالمانيه في فيلم مصري اللي هو المصير هيتعرض في دار السينما العام، يعني مش في عروض خاصه ولا في مهرجانات، ايه شعورك النهارده؟ النهارده هتحضر البريمير الاول عرض. اقول لك ايه، طبعا انه في تاهب وفي تمني، يعني لما ابتدى في ايطاليا برضو كنت خايف جدا، الناس عمرها ما شافت فيلم عربي خالص، مرات كده يمكن في التلفزيون وما اتفرجوش عليه كله، ان هم من نفسهم ينزلوا ويدفعوا تذكره وينزلوا. طب بعد كده عرفت انه في ايطاليا مش كويس جدا جدا، في فرنسا مشي بشكل غير معقول فيه. طبعا دي بتطمنك. ده بكره جايب نهار يستاهل المشوار، ده بكره جايب نهار يستاهل المشوار، وحلمنا لو ينضرب هنصد ونرد، يبقى المصير في اليد. والله الفيلم تعرض لمرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر، ودي اللي احنا شفناها النهاردة، وهي تعرض لجيفة فقدنا دولة الموحدين في الأندلس، ودي حاجة أستاذ يوسف شاهين يعني وضحها أو فهمها لنا بمنتهى الوضوح، ودي احنا بنشكره جدا عشان عبر عن معاناة الشعب المصري، معاناة الشعوب أزاء الفتن الطائفية اللي كانت موجودة في الفترة دي. التصوير والتمثيل والتكنيك كويس جدا كان. الفيلم عجبني جدا لان بيظهر في القاهره وضع جديد بالنسبه للفيلم المصري والاخراج، واللي انا شفته النهارده واضح ان المخرج بيحاول يرجع الحضاره القديمه بتاعتنا والاعتقادات اللي كانت موجوده في وقتها. يشرفني جدا ان فيلم مصري زي ده بيتعرض في المانيا. شكرا. ده يعجبني فيلم من يوسف شاهين، لازم يعجبنا. طبعا عجبني الفيلم جدا والتمثيل الرائع من كل الفنانين المصريين، والحكاية بالضبط طبعا مؤثر الموضوع، ما معنى يعني أجيبني قوي الموضوع اللي عندنا دلوقتي، و نحتاج المعلومات عندنا أفتكر في ألمانيا، وأنا ما أعرفش الكلمات بالضبط، ولكن أفتكر ممكن نخد فكرة الأفكار المصريين أو العرب معين عن الإسلاميون التطرف الإسلامي. قصدك تقول يا متشكرة، أنا ما كنتش أعرف الكلمة ده. شكرا. شخصيا عجبني قوي الفيلم. عجبك قوي. أفلام يوسف شاهين صعب الفهم شوية ساعات بالنسبة لي عشان اللغة، بس غير كده حلو قوي. الفيلم نمرة واحد بيناقش قضية هي قديما كانت موجودة، اللي هو هذا التطرف الديني، والتطرف الديني الآن الأحد القضايا الهامة والمزعجة والتي تلعب دور مخرب، والكتب التي أحرقت النهاردة بنشوف كتب أيضا بتحرق، وابن رشد اللي انضرب بالسكينة زمان، نجيب محفوظ أيضا انضرب بالسكينة، وحياة كثير من الناس
أيضا مهددة، ولكن بالرغم من هذا في كلمات لازم نقولها، وإذا ما قلناهاش الجيل اللي بعدنا يقول علينا إيه؟ لازم نقف في وجه هذا التطرف.